التعويض المادي أو هاي القصص هي آخر همنا، ما كنا مفكرين فيها، والرقم غير صحيح اللي تم تداوله. لكن الانتصار هو انتصار معنوي، الانتصار هو أنه انتصرنا على شخص عم بيحاول يسيء للسوريين لأغراض حزبية، أغراض سياسية. مدعو أميد أوزدار العنصري اتهمني باتهامات باطلة، حال كل السوريين اللي تعرضوا لهي الاتهامات وهي العنصرية، واللي ساويته ببساطة اني توجهت للقضاء التركي. توجهت لهذا القضاء بعد ما كتير من المحامين الأتراك تواصلوا معي على الخاص وقالوا لازم ترد على هي الاتهامات الباطلة ولازم تتخذ الطريق القانوني لحتى توصل لنتيجة. والحمد لله رب العالمين قدرت من فضل الله وبمساعدة كتير من الناس، منهم الإعلامي عبد الرحمن أمين أوغلو، منهم المحامي البارع أوميت جودباي، استطعنا أنه ننتزع حكم على أوميت أوزداغ اللي ما توقف لليوم من عن ممارسات عنصرية سيئة وبغيضة. كل العنصرية اللي عم تتمارس على شعبنا بأي مكان من في تركيا ولا بغير تركيا، هذا الأمر ما لازم نسكت عنه. أنا بوجه رسالة لكل إنسان تعرض لعنصرية، تعرض لاضطهاد، تعرض لظلم، أنه يتوجه بالطرق القانونية للقضاء المتواجد في البلد اللي هو عايش فيه.